على مر التاريخ تعتبر العلاقات الروسية اليهودية من أبرز العلاقات بين اليهود ودول العالم. علاقتهم تسمى الصداقة والعلاقة الحميمة، على عكس العلاقة اليهودية مع العديد من الدول والشعوب الأخرى. على الأرض احتوت الأراضي الروسية الشاسعة خلال الإمبراطورية الروسية على أكبر عدد من اليهود في العالم، ولا سيما اليهود الأشكناز. أخذ اليهود مكانهم بين أبرز القادة للثورة القيصرية للبلاشمة في الثورة عام 1917. ومع ذلك فإن العلاقات الرسمية لروسيا مع اليهود حاليا في أسوأ حالاتها، خاصة بعد القرار الروسي الذي أثار حفيظة الإسرائيليين. ما هذا القرار؟ ما الذي دفع المسؤولين الروس إلى اتخاذ القرار؟ ولماذا غضبت الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب؟ كل ذلك وأكثر تعرفه في هذا الفيديو. إذا كنت تشاهد هذه القناة لأول مرة فأنا أدعوك للاشتراك فيها. منذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا تدهورت العلاقات الروسية الإسرائيلية بشكل حاد، وانتقلت من سيء إلى أسوأ. لم يسبق في تاريخ العلاقات الروسية الإسرائيلية أن تدهورت إلى هذا الحد، خاصة وأن الاتحاد السوفيتي كان أول دولة في العالم تعترف بإسرائيل كدولة. لكن بعد قرار موسكو الأخير وصلت العلاقات الجيدة في العقود القليلة الماضية إلى مرحلة تبادل الغضب بين روسيا وإسرائيل، حين أمرت الحكومة الروسية بوقف أنشطة جميع المؤسسات اليهودية في جميع أنحاء البلاد. هيئة الصهاينة. الوكالة اليهودية هي الهيئة التنفيذية للحركة الصهيونية، تم إنشاؤها عام 1908. الوكالة مثلت اليهود أمام السلاطين العثمانيين. تركز عملهم الرئيسي على شراء الأراضي من العرب وتسجيلها بأسماء يهودية. بعد ذلك أصبحت للوكالة فروعا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا، حتى سلموا رسالة من الحكومة الروسية في موسكو مؤخرا تضمنت أمرا رسميا ضد المؤسسات اليهودية يطالبهم بوقف جميع الأنشطة في البلاد. سيؤدي هذا إلى إيقاف آلاف اليهود بحسب الحكومة الإسرائيلية. كما توقفت معظم شركات الطيران عن العمل في روسيا، لذا فإن المهاجرين اليهود عالقون الآن في الأراضي الروسية. ألن تعمل المؤسسات اليهودية على مساعدتهم على الهجرة إلى إسرائيل عن طريق تجنب مشاكل الطيران؟ لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء الآن، لأن الحكومة الروسية قررت تجميد وظائفهم. حتى أننا نشرنا سابقا حول إعلان روسيا وجود جنود إسرائيليين في أوكرانيا يقاتلون من أجل الجيش الأوكراني ضد روسيا، بينما تنفي الحكومة الإسرائيلية أي صلة لهم، لأن وجودهم قد يكون أمرا متروكا للفرد مثل معظم المقاتلين الأجانب في أوكرانيا. لا يقتصر النزاع الروسي الإسرائيلي على المؤسسات اليهودية فقط، فبحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إسرائيل هي من شنت هجوما جويا على مدينة سورية، ولا يمكن لروسيا أن تقبل بعمل عسكري في سوريا. هناك طالبوا تل أبيب بوقف هذه الهجمات دون شروط مسبقة. يجب على إسرائيل أن تحرص على عدم إغضاب بوتين، لأن الانتقام قد يؤدي إلى مزيد من الأعمال العدائية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه قد تم إعاقة هجرة اليهود الروس إلى الأراضي الإسرائيلية في المستقبل. هل ستختار إسرائيل الوقوف إلى جانب روسيا من أجل الحفاظ على حريتهم في ضرب الأراضي الروسية وحماية اليهود الروس، أم سيحاولون تجنب الصراع؟